فنان تشكيل. حصل طبعا يعني، بس دوت كان في بداية المراهقة، بداية سن البلوغ، مش تحرش بمعنى كلمة التحرش اللي الناس عارفاها يعني في المدرسة. ودوت في بعض الأوقات برضو كان بيحصل من طرفين يعني، مش من بس الولاد، بيحصل برضو من البنات، إن هي ورد هي كمان بدأت تبلغ، بتقرب قوي، بتلزق شوية مثلا. فكان ممكن اللي بيحصل ساعتها إن أنا بلزق أكتر، ببدأ مثلا اللي هو ألمس بعض المناطق استكشاف يعني. في السن ده بيتهيألي ده أفضل لفظ ممكن يتسمى بيه، لأن في شيء جديد بيبدأ يحس بيه، شهوته. لأن لو قلنا تحرش، وارد إن هو يبقى ظلمنا أوي المرحلة دي، لكن بعد كده لو ده استمر بعد مرحلة البلوغ بيبقى تحرش وش، وما بيبقاش استكشاف أبدا، بيبقى استعباط. أنا ما كنتش بتحرش وأنا في ثانوية عامة مثلا، دوت كان بدأ يحصل من الإعدادية مثلا، من بداية البلوغ. لكن في ثانوية عامة أنا كنت بدأت أشوف دوت بشكل حقير شوية، لأن حتى الكلاب في الشارع ما بتتحرش، الكلاب بيبقى الموضوع عرض وطلب يعني. بطلت من الآخر، بطلت إن أنا أفكر حتى في الفكرة دي إنها تيجي على بالي، لما شفت من بره شكل المتحرش ده يبقى عامل إزاي. أنا أصلا بيتهيالي مفيش حد بيتحرش بواحدة لابسة ضيق وسايبة شعرها، بيتحرشوا بالمحجبات ده العادي يعني. يمكن عشان اللي بتبقى لابسة ضيق وسايبة شعرها ديت بيحس إن هي أبوها مثلا مهم، ولا أبوها غني، ولا مش عارف إيه، فممكن يوديه في 60 داهية. لكن المحجبة بيبقى باين إن هي من طبقة متوسطة، فعادي مش مشكلة. كان في بعض البنرات، الأفيشات كده، الأفلام، من ضمنها كان أفيش لفيفي عبده، وكانت لابسة ضيق. شفت الولد الصغير راح قالع البنطلون بتاعه وقعد يخبط بنفسه في الأفيش، واصحابه قعدوا يضحكوا مش عارف ايه، ولما لقاهم يضحكوا فراح لافف وقعد يخبط بظهره. عدم الوعي، بمعنى ان الاطفال مثلا لما يبقوا موجودين في فترة البلوغ ويتنقل لمرحلة مراهقة، لما يحصل له التغيرات دي من غير ما يفهم، فطبعا الموضوع بياخد شكل، بياخد كيرف كده، مش عارف اسميه ايه، سلبي بقى، غلط، ايا كانت المسميات، المهم ان هو مش صح. اعتقد ان الوعي كان هيبقى يخلي المسألة ديت، مسألة الشهوة اللي بدأ يحس بيها ديت، هتكنترولها شوية، بمعنى انه هتشتت انتباهه مش بس لدايركشن الشهوة، وان لازم دوت يحصل، ولازم استمتع اني الزق ان يحصل حاجة ما. وارد برضو ان هو لما يفهم الموضوع بشكل علمي ما يحسش ان هو عيب وما ينفعش والكلام ده كله، لان كل ده بيحصل لخبطة يعني في نفسية الكاركتر نفسه، في نفسية البني آدم بقى.